يقولون أن الإلحاد فكرة خطرة، كذلك كل من يقف في وجه المجتمع والدين هو يحمل بالضرورة أفكارا خطرة، وعلى الجميع التصدي لهذه الأفكار لأنها ستؤدي إلى فساد المجتمع والمزيد من الانحلال الخلقي خاصة. ولكن السؤال، هل توجد أفكار غير خطرة؟ ولماذا نعتبر أن الدين فكرة ليست بالخطرة؟ لا هو ولا الأفكار والأحكام التي يطرحها رجال الدين ورجال السلطة أيضا. فما الذي يجعلنا نميز بين ما هو خطر وغير خطر؟ كيف نعرف أن هذا الشيء أو هذا التصرف أو السلوك أو التصور هذا يؤدي إلى انحلال خلقي؟ ثم ما معنى الانحلال الخلقي؟ هذه الأسئلة سأحاول الإجابة عليها في هذا الفيديو السريع، وخاصة وسأركز فيه على موضوع الإلحاد تحديدا. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. في حوار لي مع أحد الأصدقاء في القناة كتب تعليقا وقال فيه بأن مشكلتنا مع الملحدين أنهم يروجون لأفكار إلحادية، وأن هذه الأفكار هي خطرة جدا وعلى الجميع التصدي لها، لأنها إن انتشرت في المجتمع فإنها تفسده وتنشر فيه التحلل الخلقي. فهنا تساءلت ما معنى هذا الكلام، ما معنى مثلا التحلل الخلقي، وهل أن كل القيم التي تقع خارج الدين هي قيم منحلة وغير أخلاقية؟ كيف لنا أن نحدد ما هو أخلاقي عنه ما هو غير أخلاقي؟ هل أن الأخلاقيات أو القيم الأخلاقية خاصة بالدين فقط؟ وعليه سأحاول الإجابة بشكل سريع. أولا، لا معنى لتهمة الإلحاد أو الكفر، هذا كلام لا مجاني لا قيمة له، لسبب بسيط أن من يطلق هذه التهمة هو شخص ينتسب إلى الدين أو الأفق الديني. فبالتالي المعنى الوحيد الضمني لمن يتهم الآخرين بأنه ملحد أو كافر أو يعني مصدر لفتنة أو صنديق أو علماني أو أي شيء، هو المعنى الوحيد الضمني لهذه الاتهامات بأكملها لا قيمة يعني الضمني والذي لا يتم التصريح به، هو أنك أنت مختلف عني وعن ديني، وهذا أمر مرفوض قطعيا. بالتالي الموضوع لا يتعلق بكون الآخر، ما هي صفة الآخر، هذه الإطلاق هذه الصفة هو مجرد اتهام لتعبير عن قضية أساسية، أنت مختلف عني، وهذه جريمة كبرى بالنسبة لي. هذه هي القضية الأساسية. ما هو تعريف الإلحاد؟ ما هو تعريف الكفر؟ ما هو تعريف العلمانية؟ الرأسمالية؟ ما في مشكلة، لكن هو المشكلة دائما بأنه أنت الأساسية أنه أنت مختلف عني. وحتى ما عند حتى نتأكد من حقيقة هذا الكلام نرجع للدين نفسه أو الأديان عموما، فهي هاي الأديان دائما تجدها تعتبر كل من يخالفها ملحدا أو كافرا. بعدما تتهم الآخر بأنه انحلال خلقي وكل ما يقوله من أفكار هي تدعو إلى انقسام المجتمع وما شابه، فهذا بالتالي هو الحقيقة هو مجرد يعني مجرد مغالبة وإحساس من صاحبها من يتهم بهذه الصيغة، إحساس من عنده بأن هنالك منافس خطر جدا ويجب التصدي له، لأنه كل أي فرصة ليتاح أي شيء يتيح الفرصة لنشر أفكار هذا الشخص المختلف سيؤدي إلى خسارة كبيرة في معتقداتي وسلوكي وعلاقاتي بالآخرين وطريقتي بالتعامل مع الآخرين، وأيضا سلطتي وامتيازاتي الخاصة داخل الجماعة أو المجتمع بأكمله. والحقيقة أن
من وجهة نظر الشخص الذي يلقي الاتهامات على الآخرين، قلت هي الاتهامات لا تعني شيئا، هو مجرد كلام وإلقاء التهم على الآخرين، هي بالنسبة لهذا الشخص أنها جميع ملحدين. يعني لا يوجد الكلمات تتغير الكلمات، لكن الجميع بالنسبة إليه هم ملحدين. وهذه يعني بالتعبير آخر هاي وصفة كاملة للخراب والدمار والانقسام والتشتت وعدم التفاعل مع الحياة ومع الآخرين ومع المختلفين. وهذا يعني كما يعني هذا أمر حاصل فعلا، وهو الذي يفسر لنا بسهولة الدرجة السيئة التي نحن عليها، والتي لا نريد أن نتعلم منها، ولا نريد أن أو نخشى أن نحاول يعني أن نجلب المرآة ونرى وجهنا فيها فعلا، ونرى قدرتنا على اتهام الآخرين دائما بأنهم مختلفون عنا، ولأن كذا 1 2 3 4 5 أي يعني أي تهمة، وبالنتيجة النهائية أنا أرفضك ولا أرى نفسي، ولا أرفض أن أرى نفسي لأنني كامل مطلق مثالي، أنا نازل من السماء مباشرة، ولا عيب في ولا ريب. الحقيقة بالمحصلة لا يوجد ملحدين، ولا يوجد ناس يبثون أفكار منحلة. وهذه الخلاصة هي أيضا أنه هذا من يتهم الآخرين بهذه الطريقة هو صاحب أيديولوجيا خلاصية ميتافيزيقية، الغاية منها قهر ونفي المعارضين واستعباد الجميع. والحقيقة أيضا الأخرى الأساسية أن يوجد معارض للهيمنة الدينية أو أي هيمنة كانت سياسية أو عقائدية، هاي مسألة وفيها حق لا يستلب ولا يسمح لأحد أن يستلبه. من يتحدث بهذه اللغة ويقول لك أنت لا تفكر، لا تطرح آرائك، لا تتحدث، ليس لك حق أن تقول، أنت كافر، أنت كذا، أنت كذا، هذا إنسان لا يصلح أن يكون إنسانا فاعلا في مجتمعاتنا أو أي مجتمع كان. هذا إنسان مصدر أساسي للشر، بمعنى الشر الخالص. هؤلاء هم الذين يرفضون وجود رأي، يسلبون حق الناس في أن يكونوا أناسا، في أن يكونوا أن يمارسون حقهم في القول والتعبير. طبعا أنا واثق أن من يستخدم هذا الأسلوب ليس غبيا، أنه يعرف هذه الحقيقة جيدا، يعرف أنه إنسان متطلب، إنسان دلوع، إنسان يشتهي أن يكون إرهابي وعنيف وسفاك للدماء. وهذه الحقيقة بالمناسبة، يعني إحنا حتى لا نقول أن هذا متوهم أو غلطان، لا، هو بالحقيقة هو يشتهي هذا الشيء، بل يحلم أن يكون إرهابيا بطريقة أو بأخرى وتحت عنوان متدين أو مؤمن أو ملتزم. وهي شرحتها بحلقة بعنوان العنف مصدر الدين وليس العكس، أي أن الدين هو نتيجة من أكو رغبة داخل الإنسان للعنف وممارسة العنف، فالدين وجد الدين حتى يوفر له هذه الفرصة. الدين الشائع أقصد، لا أقصد الدين الذي يعني نحترمه جميعا، يعني فكرة الدين العظيمة هاي لابد أن نحترمها جميعا. الخلاصة أنه أو النتيجة النهائية من هذا السلوك، والذي أشوفه دائما بالتعليقات اللي قناتي هي واحدة من مليون قناة، يجيني واحد يستعرض نفسه وقدراته الإرهابية ويسب ويشتم ويسخر، وأحيانا يسخر حتى من لغتي أو كلامي أو طريقتي بكلامه، كأنني أنا إنسان خطيب مفوه وأقف على منبر ويجب أن أتحدث بلغة رصينة جدا ومضبوطة الحركات، فيحاول أن ينتقص منك بطريقة أو بأخرى. والهدف هو أنه أنت لا تمارس حقك في أن تعبر عن رأيك وتقول ما لديك. كما قلت أنه هذا وصف كامل للخراب الذي نحن فيه فعلا، وأيضا كل من يتحدث بهذه الطريقة هو يؤدي بنا إلى أن نكون إرهابيين. والإرهاب باتفاق الجميع لا يبني أمم ولا يحل أي مشكلة في الوقت نفسه،
بل أنه يعقد الأمور في عالم هو معقد بالأصل، وعالم بحاجة لأن يكون لأن يزداد بساطة وتفهم وانفتاح وتسامح. النقطة الثانية بعد الفاصل. والسؤال الآن، حينما يتهمك أحدهم بأنك ملحد أو كافر أو منحل، فبالضرورة عليه أن يثبت بأنه ليس هو المنحل أو الملحد أو الكافر. فمن يقول أنه ليس إنسانا مدعيا ويحاول أن يلقي على الآخرين تهمة ما ربما لا تشملهم، ما هي المعايير التي تحدد هذا الأمر؟ عندما نأتي ونلاحظ أو نعود إلى التاريخ، نجد بأن المؤمن عادة ما يكون هو الأكثر انحلالا والأكثر كفرا بالحقائق، أو معنى التغطية، الذي يغطي الحقائق هو المؤمن دائما، الذي ينكر وجود حقائق معينة، ينكر وجود مشاكل داخل المجتمع، ينكر وجود فساد ديني، فساد أخلاقي، فساد مالي، فساد حكومي. هؤلاء المؤمنون غالبا أو دائما أو مطلوب منهم شرعا أن يتستروا على الحقائق، ويقول لك أنه المؤمن من ستر أخيه وما إلى ذلك من هذه العبارات الجاهزة، وإن بليتم فاستتروا. فبالحقيقة من يساعد على الانحلال هو هذا المؤمن، بحجة أنه لا تثير الفتن ويجب عدم معالجة المشاكل بل طمطمتها بطريقة أو بأخرى، وهذا هو الكفر بعينه، وهذا معنى اللغوي لكلمة كافر، الكافر الذي يخفي الحقائق ولا يظهرها. بالتالي من هو يساعد على الانحلال والإلحاد، الإلحاد على الانحراف عن الطريق الحق أو الصراط، هذا هو المؤمن بالنتيجة. أما من يأتي ويقول أن هذا هنالك مشاكل، هنالك قضايا يجب معالجتها، يصبح هو بالمعنى هذا المعنى هو الملحد وهو المنحل وهو الكافر الذي يطالب الناس بأن يراجعوا مواقفهم ولا يكفرون بالحقائق أو يخفونها. بالتالي الحقيقة مقلوبة، ويبدو أن هؤلاء لأنهم لديهم سلطات كبيرة ومدعومين من قبل رجال السلطة والجبروت والإرهاب، الإرهاب بأشكال المختلفة، الإرهاب الاقتصادي، الإرهاب السياسي، الإرهاب المسلح العنيف، هذا هؤلاء مدعومين بهذه السلطة ويتهمون الآخرين بما هم فيه. مجرد تغيير الكلمات تجد الحقائق هي التي تصرح عن نفسها. بالتالي يصبح المؤمن هذا الذي يدعي أنه يدافع عن الدين الصحيح ويدافع عن الأخلاق ويقف ضد الإلحاد والانحراف والانحلال، هو الشخص دائما يكون المثير للمشاكل، هو الشخص المثير للانقسامات بين الناس ودون نتيجة نافعة لأحد. وهذا الخراب الذي نحن فيه هو نتيجة لهذا النمط، قلب الحقائق وتزييفها واتباع ما أسميه ثقافة الاجتناب. هذا الشخص المؤمن تجده دائما يحاول أن يفرض رأيه على الجميع بحجة طفولية اسمها مقدسات، اسمها آيات إلهية، آيات مقدسة، أحاديث صحيحة ولا تقبل النقاش، وبحجة أن هذا كلام الله. فهذه كلها يضعها سواتر بينه وبينك لكي يلجمك ويقول لك انظر أنا لا أتعالى، أنا 100% ماشي مع السليم بالسليم، وكل شيء لدي مقدس، ويتقي كل شيء بهذه الحجج. وكلمة يتقي من التقى، ولها علاقة أيضا ضمن اللعبة بأكمل اللعبة اللغوية البلاغية القدسية نفسها. طبعا هذه الحجج كانت تنفع في المجتمعات القديمة، ممكن المجتمعات ما قبل الحداثة كان ممكن واحد يتحجج بهذه الطريقة، لكن الآن أصبح هاي عملية محط سخرية وشفقة. من يفكر بهذه الطريقة الآن عليه أن يفهم بأن الأمر لم يعد يعني ما يبدو، لم يطلعوا على ما حدث في
العالم المعاصر وما زالوا يتبعون طريقة قديمة لم تعد نافعة بل تثير عليهم يعني يضعون أنفسهم في مواقف مضحكة وساخ ولا تليق بأي إنسان. الإلحاد والكفر وكل هذه التهم الجاهزة والخيانة مثلا وهذه التهم جاهزة كانت دائما موجودة من قبل أصحاب السلطة. بالحقيقة ليست هذه الاتهامات هي المشكلة، المشكلة هي دائما هي في من يرى أنه وحده الصحيح وكل من عداه على باطل. هذا الشخص دائما الذي يرى بأن على الجميع أن يرائي مشاعره ولا يجرحه بكلمة، على الجميع أن لا يزعجونه وأن كل شيء يقوله هو الصحيح وكل ما عداه باطل، وأن يكون من حقه اتهام الآخرين بألف تهمة فقط لكي يثبت بأنه هو الصح. هذه علامة مرض نفسي وليس علامة إيمان. ووفقا لهذه الطريقة يصح القول وفقا لما نحن فيه يصح القول أن مجتمعاتنا فعلا مصابة بأمراض بسيكولوجية، ويجب وهذا ما أدعو إليه أن تفتح السلطات المسؤولة مراكز طارئة للعلاج، وقبل هذا أيضا تأسيس مركز بحوث لمعالجة الإدمان الديني، وأدي محاضرة أو فيديو عن هذا الموضوع، فضلا عن فتح مؤسسات أو نشر مؤسسات لمحاربة مروجي الإدمان الديني. شريطة الاعتراف بوجود هذا المرض حرفيا، يعني أنت لا تستأسوا مؤسسة إذا ما كان هذا المرض حرفيا تقول هنالك مرض الإدمان الديني، أعني بالضبط يعني هذا الإدمان الديني الذي ينشره أن ينشره رجال الدين وكثير ورجال السلطة أيضا. هؤلاء يجب تجريمهم واعتبار هاي المسألة خطيرة جدا هي التي تدمر المجتمعات. طبعا الإدمان العقائدي أيضا لا ليس الإدمان أي شيء أي فاشية، أي شخص لديه روحية فاشية يرفض الآخر ويتهمه عند لائحة وقاموس طويل من الاتهامات، هذا شخص خطر ويفسد المجتمع ويدمر المجتمع لأنه يتهم الآخرين عداه وعدى جماعته بكل شيء ويبرئ نفسه من كل شيء، وهذا هو مصدر الفساد. هاي وصفة كاملة للفساد، لأن الفساد كما نعرف يأتي من النفاق، من النفاق أن الفساد يأتي من أن تظهر غير ما تبطن، أن تفعل غير ما تقول وأن تقول غير ما تفعل. الفقرة الثالثة الأخيرة أتحدث بها عن معنى الفساد الأخلاقي ومعنى الانحلال الأخلاقي. فدائما يقول المتدينين هنالك فساد وانحلال أخلاقي، فما هو المقصود بالضبط؟ ولماذا هو غير فاسد يعني عندما وغير منحل؟ من قال بأن المؤمن هو غير فاسد وغير منحل؟ ما هي المعايير؟ يعني مثلا أنا أضرب مثلا، هل من عدم انحلال المؤمن عندما يرى مثلا رجل يضرب زوجته مثلا، هل يعتبر هذا مسألة انحلال أخلاقي؟ هل يجد عندما يجد المؤمن شخص في الشارع يضرب ابنه الصغير مثلا، يضربه بكف مثلا، هل هذا تعتبر انحلال غير أخلاقي؟ والشرع يجيز للرجل ضرب ابنه مثلا ويجيز للرجل ضرب زوجته، هل هذا يعتبر علامة يعني لا انحلال يعني فواجب عظيم؟ هل أن هنالك مثلا امرأة تمشي بدون حجاب، هل من الأخلاق أن يتم التعرض لها وضربها مثلا أو التحرش بها؟ هل هذه من الأخلاق؟ هنا يصبح الموضوع الفساد الأخلاقي والانحلال الأخلاقي مسألة واضحة أنها هي ليست مسألة انحلال ولا انحطاط، إنما هنالك نظام أو قمعي يحاول أن يفرض قيمة على الجميع، وبالتالي هذا هو يطلع من عند التعريف الانحلال الأخلاقي، وبالنتيجة يظهر بأن هذا الكلمة أو هاي العبارة أو هذا الاتهام لا يشي بمعناه، إنما يحاول أن يصور للناس أمور هي ليست كما يدعون. وبدليل أنه عندما تجد أعلى مستويات الانحلال هي في مجتمعاتنا
ومجتمعاتنا التي تدعي اللا انحلال واللي تجد الكلام الغلاف العام او الوجه الخارجي دائما، لاننا امه طاهره مطهره، ولكن في الواقع تجد الفساد يعني في كل جانب من جوانب حياتنا. فالسؤال هو احنا نعرف هاي الحقيقه، انا ما راح اجيب شيء جديد يعني ما قدر على النقاش بها، لكن لماذا يستمر الناس يتحدثون، كثيرون يتحدثون بهاي اللغه المنافقه، ويحاول ان يظهر بانه هو ضمن السياق العام، وعندما انت تاتي وتقول يابا عندنا مشاكل يجي يتنطع ويتمطع ويتفلطع عليك ويدعي بأنك تقود الناس إلى الهلاك والانحلال. على الأقل أسكت يا أخي، لا كافي نفاق. عندما يكف المنافقون عن النفاق تبدأ الأمور بالتحلل، التحلل الحقيقي، يعني المشاكل مالتنا تتحلل، احنا نريد نتحلل ويصير عندنا انحلال أخلاقي حتى نعرف الأسس مالتنا الأساسية، فليس لدينا الحلال الأخلاقي، وبعد ذلك نشوف شنو الموضوع. شكرا جزيلا وأسف على الإطالة، مع السلامة.